عايز اسمع ايضا وجهة نظر كاتبنا الصحفي الكبير استاذ اكرم القصاص رئيس مجلس ادارة اليوم السابع. اهلا بيك يا استاذ اكرم. اهلا اهلا يوسف. عامل ايه؟ كله تمام؟ تمام الحمد لله. كيف يرى الاستاذ اكرم القصاص وهو رجل دائما يحمل يعني نظرة فاحصة ونقدية ذات في نفس ذات اللحظة ما بين الحكومة لو صح تعبير السابقة وتطلعاتك للتشكيل الجديد للحكومة؟ طبعا يعني خلينا نقول انه كل حكومه بتيجي الناس بيبقى ليها تطلعات ومطالب معينه، يعني في اتجاه عام كده بانه الناس بتتكلم انه الرئيس والانتخابات ودايما الرئيس هو اللي بيشيل المسؤوليه الرئيسيه في المواجهات في المعلومات في التوجيهات في غيره. لكن كمان يعني في جزء مهم جدا انا بتفق معاك جدا فيه، ان انت بتقول على حكومة الدكتور مدبول ان هي تحملت بالفعل يعني مرحلة صعبة. اولا الاصلاح الاقتصادي في اوله طبعا تحملته حكومة الدكتور شريف اسماعيل الله يرحمه، وتحملته الحياة بشجاعة، وكان دكتور شريف عنده ميزات مهمة، كان بيتفاعل برضو مع الجمهور وكان يبقى حريص جدا انه يقدم ويشرح ويتفاهم مع الاعلام ويقدم دايما معلومات او كان يعمل اعداد كتيره مع الاعلام، فدي برضو كانت مهمه جدا في فتره صعبه. لكن الدكتور مدبولي برضو الحقيقه حقق حاجات كتيره، حكومته حققت حاجات كتيره او الدوله المصريه عموما برضو بشكل عام، لانه جه في فتره كان لسه الارهاب برضو مستمر، بتكلم في 2018 كان في تحديات مختلفه، جت كورونا 2020 لحد 22 قفلت العالم كله وانعكاساتها كانت صعبه، برغم انه يعني خلينا نقول انه اداره ازمه كورونا بقياده الرئيس في الاساس الرئيس عبد الفتاح السيسي الحقيقه من البدايه خالص تعامل اولا بسبق الازمات دي بانه كان يعني الدوله عامله حسابها في موضوع الزراعه في موضوع القمح في الاحتياطيات، تطويل مده الاحتياطيات دي خدمتنا كتير. يمكن احنا الناس بصراحه ما حسيتش بقفزات اسعار او انعكاسات، عشان كده برضو ده لو قارناه باللي بعد كده نقدر نتفاهم انه الموضوع مش رفع اسعار كده يعني ان احنا عاوزين نصحى الصبح نرفع اسعار، انه في اقتصاد عالمي وفي انعكاسات اسعار الطاقه واسعار الغذاء تضاعفت 4 أو 5 أو 6 أو 10 مرات اسعار الطاقه اللي قفزت. فبرضو كانت الحكومه سنتين كورونا ثم الحرب الاوكرانيه ثم حرب على غزه، الدوله المصريه كلها بمؤسساتها يعني مصر كلها مؤسساتها، صحيح الرئيس كان موجود وطول الوقت بيوجه وكان سابق في افكار زي الزراعه وان احنا لازم نتوسع وبنبذل جهد ضخم واموال كبيره جدا في استصلاح ملايين المئات الالاف من الافدنه يعني باستخدام طرق حديثه جدا في الزراعه، برضه مهم. لكن نقول حكومه الدكتور مدبولي برضه تحملت في البنيه الاساسيه في فكره مدن الجيل الرابع، ودي فكره جيده مع امتزاجا بسياسه الرئيس برضه، لانه موضوع الاسكان ده دقيق جدا، انه الدوله كانت بتتعامل مع العشوائيات وتذلها وبتخلق مجتمعات في اماكن مختلفه، وفي نفس الوقت تعمل مدن، المدن دي احنا مش عايزين لا العشوائيات ترجع، في نفس الوقت الرئيس طرح مبادره مهمه جدا اللي هو قال لك اللي عاوز شقه ياخدها حسب امكاناته، يعني اما على فترات طويله اما اقساط قليله اما دعم اجتماعي، انه الدوله بتتحمل ده، وده ما كانش موجود في عصور كثيره كانت سايبه سوق العقارات كده، وده مهم قوي انه يبقى في المرحله الجايه. احنا بنتكلم على شايفين الناس عايزه ايه في المرحله الجايه، قضيه الاسكان الحقيقه وضبط السوق العقاري وانه يبقى فيه الاسكان المناسب لكل الفئات وكل الطبقه الوسطى، بالذات الطبقه الوسطى بتدرجاتها اللي هو صغار الموظفين او حتى الشباب اللي لسه بيبدا حياته، كله لازم يبقى عنده حق في المدن الجديده اللي هي جيل رابع حديثه، ما عادش بقى شغل ان انا شارع 3 متر ويبقى فيه ابراج وكده. ففي جزء مهم قضيه الاسكان مهمه جدا، قضيه الاقتصاد فكره انه لو رجعنا للرئيس عبد الفتاح السيسي لما خاطب امام مجلس النواب بعد القسم كان حريص على انه يقول انه في قطاعات ستكون الاولى بالرعايه اللي هي الصناعه والمعلومات والسياحه والزراعه، ان احنا هنبذل جهد اكتر والاتصالات وغيرها بحيث ان احنا دي تبقى بتضيف لي
فرص العمل وللناتج القومي للاستثمارات، كلام على استثمارات اجنبيه برضو يذكر للدوله في هذه المرحله او الحكومه، اللي هو جذب استثمارات خارجيه في راس الحكمه او في غيره، نجحت بانها توازن ازمه كانت كبيره وانعكاسات ازمه كبيره طبعا في قارات السويس زي ما انت اشرت في تداعيات اسعار الغذاء والازمه اللي كان فيه كتير جدا من التوقعات السلبيه اللي كانت بتستهدف الحقيقه نفسيه المصريين وغيره. يعني في جزء مهم قوي دايما الرئيس يتحدث عنه، ودي انا معاه، نختلف ونتفق ونتوافق ونروح ونيجي ونتكلم، لكن نفضل ايه حاجه واحده، ونفضل مدركين تماما ان احنا في منطقه خطره جدا، منطقه شديده الصعوبه، ومع ذلك الدوله بتتحرك. والنهارده اتاخرت الحكومه شويه او مجلس المحافظين، لكن استمرينا انه في دوله مؤسسات الدنيا بتشتغل. مصر فيها مؤسسات بتدير السياسه الخارجيه، بتدير الامن القومي، بتدير المعلومات، بتدير بشكل مستمر 24 ساعه، وفي نفس الوقت بتلتفت للداخل، بتبقى مهتمه بالجزء المهم قوي اذا احنا بنتكلم على مطالب الناس وما هو مطلوب، فكره الشفافيه وفكره المصارحه وفكره ان يبقى في اتاحه معلومات، وجزء مهم قوي من اللي الرئيس الحقيقه وجه اليه، وجزء مهم بصراحه بيذكر للحكومه انها تعاملت بايجابيه مع مخرجات الحوار الوطني. صحيح. في الداخل بالذات التوصيات الجزء الاول اللي صدر، حكومه عملت لجنه مشتركه بدات تنفذ، ووعد الدكتور مدبولي بانه ينفذ في جزء من المطالب برضو مرتبط بالحوار الوطني. يمكن وصل الحال انه بيتكلموا في الامن القومي وفي التحديات وفي غزه، وانه الحوار الوطني اعلى مطالب في بعض حريات الناس اللي لها مواقف مختلفه فيما يتعلق بتحديات الامن القومي وغيره، ان احنا نتعامل معاهم كابنائنا وغيره. والحقيقه انه في سوابق مهمه جدا، مئات من الناس اللي هم دخلوا سواء بقرارات من النيابه او غيره من بدايه الحوار الوطني اللي اطلقوا الرئيس، لان الرئيس صادق جدا والدوله صادقه جدا الحقيقه، وفى بوعود كثيره وقال انه احنا مش ما بنحكمش، ما فيش حد لوحده، احنا عاوزين الناس كلها تبقى موجوده والناس كلها تبقى مشاركه، المشاركه في الحوار الوطني، تيارات سياسيه، تيارات اجتماعيه، اقتصاديين، خبراء. بنتكلم في الامن القومي النهارده ومطالب مهمه قوي، عاوزين نطلع دول، ندخل كده، يبقى في قرارات نيابه وقرارات بسلطه الرئيس، ده جزء مهم قوي. جزء مهم قوي كمان الحقيقه اللي مطلوب في المرحله الجايه عشان يتناسب الحقيقه، ان سرعه الحكومه تكون متماشيه مع سرعه الرئيس، لانه الرئيس بيمشي بمتواليه هندسيه، ممكن يبقى في اطراف موجوده في الحكومه بتمشي بمتواليه عدديه، فيبقى في فرق سرعات ضخم، معنى انه يبقى في ضبط الاسواق والاسعار، مواجهه البيروقراطيه والاصلاح الاداري اللي هو مستمر الحقيقه، وقطع شوط وزارات التنميه الاداريه وغيره عملت شوط، فكره انه ما يبقاش ما عادش في بطاله مقنعه الحقيقه في الحكومه دلوقتي، لكن كمان عاوزين شباب صغير يقدر يتفاعل مع شكاوى الناس ومطالبهم بسرعه، ما يبقاش في المبادرات المهمه اللي اطلقها الرئيس في الفيروس سي او في قوائم الانتظار او في التقزم او في الكشف المبكر على السرطان، دول اي وزير صحه او اي حكومه يجب ان تستفيد من هذه التجربه الرئاسيه المهمه جدا في انها تدمجها في اداء وزاره الصحه لحين انجاز. طيب اللي هو الهدف استاذ اكرم، التامين الصحي الشامل مهم، ضبط الاسواق والاداره وغيره مهم، المشاركه الوزراء وموجودين يبقوا مهم جدا ان يبقوا موجودين بشكل كبير. يعني طيب يمكن اعتقد محتاجين برضه نفكر بصوت عالي، على سبيل المثال في التشكيل الجديد، هل يتوقع استاذ اكرم استحداث بعض الوزارات، او انه بعض الوزارات تنضم الى بعضها البعض؟ وهذا امر كان بيحصل قبل كده في سنين كتير وبيحصل في دول كتير وما الى ذلك. يعني انا ممكن يبقى في تصوري ان اما ان الاوان ان انا يبقى في عندي وزاره للاستثمار بوزير للاستثمار. يعني دي اسئله مهمه الحقيقه، وفكر زي ما انت اشرت فكره الدمج والتوسيع دي حصلت كتير في فترات سابقه، لكن طبعا في اراء في الاداره حتى اراء عالميه، يعني انه بعض الناس مش مع التوسع في عدد ضخم من الوزارات، في دول بتعتمد على 10 او 15 وزاره. مظبوط. مصر طبعا بالتاكيد عندها تفاصيل مهمه جدا، ولا ننسى انه انت بتتكلم احنا دوله رئاسيه في الاساس، في الرئاسه، في مؤسسه الرئاسه. صحيح. بتدير السلطه التنفيذيه، يعني بتشرف على السلطه التنفيذيه، وفي الحكومه
وبالتالي فاحنا بنتكلم على مؤسسات مهمه جدا في السياسه الخارجيه. عندنا مؤسسات سياسيه ومؤسسات دبلوماسيه، وعندنا الخارجيه، وعندنا مؤسسات مهمه جدا بتدير المعلومات وبتدير الامن القومي وبتدير ده، دول برضو بيقوم بدور مهم، وفيهم رجال لا نراهم لكنهم قادرين على العمل طول الوقت بالشكل اللي يخلي الدوله المصريه قويه وصامده وبتتعامل بغض النظر بقى عن الكلام اللي بيتقال او كده. في ازمه زي غزه في احترافيه وفي قدره وفي قوه في اداره هذه الملف بشكل يعني عظيم وفي مواجهه تداعياته. فاحنا بنتكلم على بقول انه في ناس مع توسع، في ناس مع الدمج، لكن انا مع فعلا انه يبقى في وزاره للاستثمار مثلا او قضيه الاستثمار، وكمان مش بس وزاره للاستثمار، انه يبقى في التناغم بين الوزارات الاقتصاديه، بمعنى انه النهارده الدوله الرئيس عبد الفتاح السيسي بيحمل على عاتقه طول الوقت طرح الافكار الجديده في الصناعه مثلا، هو اللي بيرعى هذا الملف، وعندنا مبادره زي ابدا وعندنا كذا، لكن في وزاره الصناعه يبقى وزاره الصناعه وزاره الاستثمار والاستثمارات الخارجيه وكذا، ويبقى في خريطه مطروحه، اما خريطه واسعه للمستثمر الاجنبي او الداخلي انه عنده كل محافظه فيها فرص ايه، والنهارده بقى في توزيع اعباء الاستثمار، ما بقتش زي الاول في القاهره او الاسكندريه بس، في النهارده في بني سويف والصعيد واسيوط ومناطق صناعيه، وعندك شبكه طرق جباره، وعندك طاقه، وعندك طاقه شمسيه وغيره، وهيدروجين اخضر وفرص. فيبقى في خارطه لهذا الامر بالتعامل مع الصناعه والاستثمار وزارات زي الزراعه، ويبقى عندي مجموعه قادره على بناء خرائط لهذا الاستثمار. في جزء مهم قوي في الوزارات الخدميه، وزي ما دايما بنقول ايه، يبقى الحكومه دي بتشتغل بخلايا القلب، اول اور نان رول، اللي هو كله مع بعض وفي تناغم في تفاهم بشكل كبير 100% يخدم هذا المواطن في النهايه بمطالبه، واستجابه للشكاوى الحكوميه بسرعه للمطالب، ده يتطلب توظيف التكنولوجيا. والرئيس النهارده انت في العاصمه الاداريه او المراكز اللي بيفتتحها الرئيس للمعلومات وكذا، دي بتسهل الاداره، مفترض دي تبقى عقل، احنا قلنا العاصمه الاداريه دي عقل الاداره المصريه، بمعنى انه استغل المعلومات، يبقى عندي عدد صغير من الشباب بيأدي خدمات كبيره، استمع للمواطن اللي عاوز قرار عن نفقه الدوله ياخده في 24 ساعه ويكون داخل المستشفى، ويبقى في شبكه متصله بالمستشفيات بوجهه مباشره، مش محتاج اعمل اختام واوراق كتيره وكذا. ده مهم قوي في اي وزير موجود او حكومه موجوده، لازم يكون عندها شبكه معلومات قويه، ونعبر البيروقراطيات دي، لان البيروقراطيه احيانا بتبقى في قرارات كبيره الوزير قادر عليها لكن بيعطلها. ما هي البيروقراطيه طول الوقت يعني متسبب دائما، يعني اي شكل بيروقراطي يتسبب دائما اما في مظاهر فساد واما في مظاهر تعطيل يعني، وبالتالي القضاء على الاشكال البيروقراطيه دي ده شيء مهم جدا، واعتقد انه ده اكيد لازم يبقى من اهم 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 اولويات الحكومه في تشكيلها الجديد. انا بشكرك جدا استاذ اكرم، كل الشكر لكاتبنا الصحفي الكبير استاذ اكرم القصاص رئيس مجلس اداره اليوم السابع.